طيب السلام عليكم. And now we're going to have an example. هناخد مثال to have validate data in Microsoft Excel. الexample بتاعنا متعلق ب many options for validation in Excel. طيب نشوف الexample بتاعنا. Number one, start Excel and create a new workbook. طيب الexample السؤال رقم واحد, add a data validation for cells A1 to A10. يبقى في السيلز دي مفترض نضيف فاليديشن معين. What's our validation? Numeric data between 1 and 10 only. الكلام ده بيعني انه في الرينج بتاع السيلز ده دايرين فقط بيانات رقمية, numeric data between 1 and 10, يعني only values from 1 to 10. 0 not accepted, 11 is not accepted. طيب كيف نقدر نضيف الفاليديشن ده؟ طيب نهين الملف بتاعنا بتاع الاكسل. To do that, step number one, highlight the cells. Start from A1 هنا إلى A10. Step number two, go to data tab. Step number three, go to data tools. Step number four, click data validation. Step number five, we have to set our criteria. طيب هي numeric data. You go from allow, click. ممكن نختار whole number وممكن نختار decimal number. لكن whole number better because it's integer number. طيب ال whole number هنا الداتا بتاعتنا مفترض تكون الكرايتيريا انها من 1 الى 10, فيبقى ممكن اقول له between minimum, هنا هنختار between نفسها, minimum value هنا 1 والmaximum value هي 10, مع ملاحظة ان 1 is involved, يعني 1 بتكون صحيحة و 10 ايضا بتكون صحيحة, لكن 0 ما صحيحة و 11 ما صحيحة. في طريقة تانية ممكن نختار هنا greater than or equal 1, يعني ممكن اختار دي برضو greater than or equal 1. لا نخليها مرة تانية, نخليها حسب between, between لانها هي range. ديك في logical, ديك مختلفة, sorry. طيب يبقى هنا اخترنا between 1 and 10. بعد ما حددنا criteria, go to error alert, select stop style زي ما هي, title نختار error, في الايرور مسج نكتب النص بتاعنا انه data between 1 and 10 only. مجرد ما انتهيت click ok and save your change. ما ننسى دائما انه نعمل save, ممكن click button save هنا او من file نختار save only, ممكن نختار كنترول اس. طيب يبقى في الداتا رينج دي هنا انا مسموح لي فقط اني ادخل ارقام. طيب كليك هنا ندخل تكست, بريس انتر, هلاحظ في ايرور ظهر داتا بتوين 1 اند 10 اونلي, دي الرسالة اللي احنا كتبناها. فيبقى التكست داتا از نوت الاود, ليه؟ لانه انا حددتها بهول نمبر. طيب نضيف الرقم 1 انتر, اكسبتد لان ما في رسالة بتاعت خطأ. طيب اد 0 data between 1 and 2 only. If you try add minus number, not accepted لأنه أقل من ال 1. طيب write 12, not accepted, ليه؟ لأنه خارج الرينج. طيب نكتب الرقم 10, accepted لأنه في الرينج بتاعنا. By this way we have validate our Excel file. دي الطريقة اللي احنا بنعمل بيها تأكد من صحة البيانات في الإكسل. طيب return back to our example. Example 2, add data validation for cells B1 to B10. Text data, its length is 5 characters. الكلام ده معناه انه انا هضيف text data only, لكن text data دي length بتاعها فقط 5 characters, يعني 4 not accepted, 6 not accepted, فقط 5 characters. How can we do this validation? طيب الخطوة الأولى, highlight start from B1 إلى B10. Step number 2, go to data tab. Step number 3, go to data tools. Step number 4, go or click data validation. طيب go to settings. نحن هنا دايرين نحدد شنو هي text data لكن ال length بتاعها, فيبقى click allow, select text length. طيب text length دايرين فقط 5 characters, فيبقى الداتا بتاعتنا اللوجيكال بتاعنا هيكون equal to
إذا دايرين نختار الأقل حي تكون 5 characters حنختار equal greater than or equal. في حالة زي دي 5 6 7 8 are accepted, 4 not accepted. إذا دايرين ما تكون أكتر من 5 حنختار less than or equal 5, معناها 4 accepted 3 accepted لكن 6 not accepted. لكن إذا فقط دايرين 5 يبقى حنختار equals to 5. طيب بعد ما حددنا الكرايتيريا go to error alert, الستايل نخليه كما هو stop, التايتل error مثلا ايضا, length نخليه ال error message, نكتب اي نص بيشرح المستخدم نوع الخطأ اللي هو text must be مثلا 5 char. اوكي السيل ده هيكون فيها كونديشن انه اقل من 5 حروف ما مقبول. طيب لو دخلنا حرفين مثلا كيو دبليو انتر, تكست ماست بي 5 جار, ريتراي 1 2 3 4 5 اتس اكسبتد. ليه؟ لانه الجار رقم 5. طيب اذا دخلنا 6 حروف نوت اكسبتد, تكست ماست بي 5 جار, وهكذا. دي بالنسبه لي الفاليديشن بالنسبه للتكست لينك. طيب return back to our example. Example رقم 3 add the data validation for cells C1 to C10. Date data for April only. طيب أنا هنا هضيف condition لكن الداتا هنا من نوع date. الداتا أنا مفترض أتعامل مع April only اللي هو شهر أبريل. يبقى March is not accepted, May is not accepted. طيب الكلام ده بنعمله كيف؟ أول حاجة هبدأ بـ highlight the cell, start from C1 هنا إلى C10. step number 2 go to data tab, step number 3 data tools, step number 4 data validation, step number 5 open settings. طيب في الالاو الداتا بتاعتنا هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن date. طيب انا داير احدد شهر ابريل only. ابريل هو عبارة عن 30 days, فيبقى طوالي حيكون لها عبارة عن range start from first to 30th. فكيف انا اقدر اختاره؟ طالما انه انا عندي range معناها اختار between. طيب هنا start date ده التاريخ بتاع البداية, ولازم ننتبه هنا لنقطة لنوعية التاريخ, هل هي English UK Kingdom ولا American. اذا كان American هيكون محدد بنحدد الشهر اول بعدين الداي بعدين الير. اذا كان UK او Kingdom United Kingdom الانجليزي البريطاني هكتب التاريخ عادي, احدد الديت بعدين المنث بعدين الير. طيب التاريخ هنا بيكون في الغالب محدد على الامريكي اللغة الانجليزية الامريكية. عشان اقدر اعرف الكلام ده انا ممكن امشي للتايم واعرف من هناك شكل التاريخ, او ادخل كنترول بانيل اشوف الشكل بتاع التاريخ بيكون كيف, او ممكن اجرب اكتب اول حاجة الامريكان ستايل, اذا ما قبل معناها اقوم احول بعد ذاك للبريتش. فايكزامبل انا هبدأ اول حاجة اني اكتب بالبريتش اللي هو هيكون first slash april slash 2020, والان ديت هيكون اخر ديت اللي هو 30 April 2020. طيب الايرور اليرت بتاعي هيكون شنو؟ بمجرد ما اعمل كليك لاحظوا the date you entered for the end date is not invalid. بمجرد ما قال لي انه الديت اللي انت ادخلته في الاند ديت هنا not invalid معناه ده امريكي لانه ما في شهر 30. يبقى النظام الموجود حسب للتاريخ هو نظام امريكي ما نظام بريطاني. إذا قبلة هو اداني الايرور اليرت معناه انه ما في مشكلة, لكن هسه هو اداني ايرور معناه هو ماخذه من النظام الامريكي. النظام الامريكي اكتب الشهر اول بعدين اليوم بعدين السنة. كليك اوكي ريتيرن باك, هنا هبدأ بالمنث شهر 4 يوم 1 2020, الاند ديت بتاعي هيكون شهر 4 30 2020. كليك ايرور اليرت, ما ظهرت اي رسالة, يبقى هو قبل لك تاريخ امريكي. التايتل بتاعي اكتب ديت ديت ايرور, الايرور مثلا رايت اونلي
اي نص مناسب، فيبقى الرسالة اللي هتصدر اذا انا كتبت تاريخ خلاف الفترة التاريخية بتاعت شهر ابريل هيديني ايرور. طيب اوكي، ما ننسى برضو انه الرينج عبارة عن تاريخ امريكي. طيب اذا قمت كتبت هنا 1/4/2020 التاريخ ده ما هيعتبره لي 1/4، هيعتبره لي 4/1، يعني ده شهري 1. مجرد ما ضغط انتر ظهرت رسالة write only for april، يبقى التاريخ هذا مفترض يكون لشهر ابريل فقط. نعمل كليك نبدأ نغير في التاريخ، يبقى هبدأ بالتاريخ الشهر اول 4/6/2020 press enter، ما في رسالة، يبقى the data has been accepted and saved. دي بالنسبة لي التاريخ او التايب بتاع الداتا اللي بنكون تاريخ. طيب last example، add a data validation for cells D1 to D10 to select only pass fail try. طيب هنا الداتا فاليديشن بتاعتنا شوية مختلفة، select only values دي، فيبقى انا عندي محتويات بتاعت values نسميها list of values. list of values you are just going to select one of these، دي بس الداتا المفترض انت تدخلها، ما هتدخل خلافها. عشان اقدر اعمل العملية دي بختار الليست، يبقى open my file. طيب هي هتكون في دي، يبقى highlight start from D1 الى D10، go to data tab، go to data tools، click data validation، go to settings. طيب انا داير values معينة، يبقى ميل allow، هنختار list and go to source. طيب في source هنا انا ببدأ اكتب الفاليوز تحتي، اي قيمة separated by comma، القيمة الاولى هي pass comma، القيمة الثانية fail comma، القيمة الاخيرة مثلا try، ويعمل كليك في اوكي. كده معناها شنو؟ انا ما كتبت alert، بس عملت شنو كونديشن، فهلاحظ انه السيلز دي كلها بيجا ظاهر لها هنا سهم، السهم ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن ليست. اذا عملت كليك في الخلية الاولى داير اكتب قيمة، مجرد ما يظهر سهم معناها انت ما هتكتب اي فاليو، انت مفترض تختار فاليو للسيل دي، فيبقى هعمل كليك في السهم هنا وهيديني الاوبشن بتاعي باس فيل تراي مثلا تراي، اعمل كليك هنا برضو ظهر سهم مثلا باس، وهكذا. دي بنسميها list of values، دي معناها انت داير تحدد مدخلات معينة، كويس. هنعمل restricting بالنسبة لي data entry معينة، تحديد لمدخلات معينة ما حد عمل معها او ما حد عمل معها غيري. طيب في طريقة تانية انا ممكن اشتغلها، انه لو values دي كانت في الشيت هنا انا كتبتها values من عندي. طيب لو الفاليوز دي انا دايرة تكون موجودة في الشيت، يعني دي الفاليوز اللي انا مفترض اختارها في رينج معين، مثلا انه انا داير احدد للخلايا دي هنا فاليوز تكون مكتوبة هنا، الفاليو الاولى مثلا اسمها عربيك، الفاليو الثانية ماث، والاخير مثلا انجلش. طيب قال لي دايرك تضيف السبجكتس دي بالنسبة للليست او السيلز ادريسز الموجودة هنا، يعني السيل ادريسز محدد له بس الفاليوز دي. نعملها كيف؟ الخطوة الاولى هايلايت السيل بتاعتي، الخطوة الثانية داتا تاب، الخطوة الثالثة جو تو داتا تولز، كليك داتا فاليديشن، جو تو سيتنجز. طيب في سيتنجز هنا انا محدد فاليوز معينة يبقى طوالي لست. طيب السورس المرة دي هنا ما فاليوز انا هكتب، السورس هي موجودة في الورك شيت بتاعتي، عشان احدد values موجودة في الشيت اصلا بقوم اعمل كليك في البطن هنا بتاع select او الرينج، بيبدأ يديه المساحة بتاعة الشيت عشان ابدأ احدد او اظلل values اللي انا داير اضيفها في الليست. فانا داير اضيف دين عربي math english، مجرد منتهين من التظليل برجع اعمل كليك في زر expand هنا، وبيبدأ يديني السيل ادريسز بتاعته، فيبقى السورس بتاع الليست او البيانات اللي هتتخزن في الليست هنا بيانات دي جاي من الورك شيت. في المثال السابق كان بكتبها كتابة اللي هي بسموها static values، لكن دي dynamic يعني ممكن تتغير، مجرد ما انتهي ممكن اضيف error alert وممكن طوالي اعمل كليك في الزر اوكي.
طيب اذا رجعت مره تاني هنا للفاليوز الموجوده في اي، مجرد ما اعمل كليك هيظهر سهم معناه في ليست، مجرد ما اختار طوال هيدي الاوبشنز الموجوده هنا اللي هي عربيك ماث انجلش، اختار السبجكت اللي انا دايره وهكذا. الميزه بتاعت اختيار سورس او فاليوز من الورك شيت انه الفاليوز دي ممكن تتغير، يعني مثلا هنا اذا انا مسحت دي وجيت غيرتها مثلا من انجلش عملتها اي سي تي وضغطت انتر، طيب اذا جيت لي عربي بتعمل هنا كليك الاحظ انها طوالي تغيرت لشنو اي سي تي. ليه تغيرت لاي سي تي؟ لانه السيلز اللي انا محدده كسورس للداتا هي انفولف بتحتوي ايضا على الاي سي تي، انا محدده الثري سيلز دي از سورس. دي الميزه بتاعت اختيار الفاليوز من الورشيت انها بتكون دايناميك متغيره، لكن الليست اللي اخترناها قبل في دي بنسميها ستاتيك، يعني قيم ثابته ما بتتغير، لكن الزي دي بسموها دائما شنو؟ بسموها دايناميك لانها بتتغير بصوره دوريه حسب المدخلات. ده مثال بسيط عن كيفيه استخدام الفاليديشن في المايكروسوفت اكسل.